هذا انا تنظن هذه مسؤوليه لا تعلموا هاد الناس هاد الشيء. تيبينوا بانه انفتاح وتيبين بانه الطفل الصغير كيعرف كيفاش تنشا هو في البطن ديال امه، والعلاقه اللي تتكون بين المراه والرجل، واحترام المراه واحترام الرجل. اذا هاد الشيء ما تيخبعناش، ماشي هاد الشيء بدنا نخافوا منه، خصو يكون مسؤوليه، يكونوا ناس اللي يكونوا عندهم واحد العقل كبير وعندهم واحد تيكتبوا هاد الشيء بمسؤوليه وباحترام للشعب المغربي وللطبقه المعينه، لانه ما خصناش الناس يقولوا لا هذا الكلام فاسد ولا لا، لا تنفرزوا هاد الشيء بصور وصور متحركه ولا صور ولا دي ديسان باش الناس يفهموا هاد الشيء، ما نكونوش عندنا متخوفين من هاد الشيء. انا الطفل ديالي علمته هاد الشيء ملي كان صغير الحمد لله، والاطفال والمدرسه خصها تكون هاد الشيء تيتعلم في المدرسه. دابا ما بقاش فقط في مدارس افريقيا وبعض المدارس في الدول العربيه بحال لبنان وبحال سوريا، قبل كانت فيها هاد الشيء، كان انفتاح اللغه ديالهم في العربيه. اذا خصو في افريقيا وفي فرنسا، ما نهضرش على فرنسا وامريكا والدول الراقيه والديمقراطيه، فيها هاد الشيء. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.